قبل أن ننتقل إلى حديث ثالث وهو تقريبا لمعنى الحديثين السابقين، ما بد لي من أن أقف قليلا عند لفظة الإسلام في الحديث الأول. طوبى لمن هدي للإسلام، وفي الحديث الثاني من أسلم، أسلم بمعنى هدي للإسلام. ففي هذا الحديث بيان واضح أن المرء إذا جمع بين هاتين النعمتين، النعمة المعنوية الروحية وهو أن يهدى إلى الإسلام، والنعمة الأخرى المادية التي بها يحيا للإسلام، فهنيئا لهذا الإنسان الذي هودي للإسلام ورزق كفافا أو قنع بما رزقه الله عز وجل. أرى أنه لا بد من الوقوف عند هذه الكلمة الإسلام وأسلم، فإن كثيرا من الناس اليوم ممن ينتمون إلى الإسلام ويسمون بالمسلمين، كثيرون منهم لا يعرفون حتى اليوم حقيقة إسلامهم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهنئ من هدي للإسلام، فمعنى هذا أنه يشير إلى أنه قد هدي إلى أكبر نعمة معنوية روحية، فما هو هذا الإسلام؟ لا بأس من أن أروي لكم حديثا هو معروف عند بعضكم ومجهول أو على الأقل غير مطروح كثيرا عند آخرين منكم، وفيه عبرة وفيه موعظة وفيه بيان لهذا الذي نحن في صدده ألا وهو الإسلام. وهذا الحديث هو المعروف عند علماء الحديث بحديث جبريل عليه الصلاة والسلام، الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الذي يرويه عنه، حيث قال حدثني عمر، ابن عمر يقول حدثني عمر يعني أباه، أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال السائل صدقت؟ قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ثم يصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل،
قال فأخبرني عن أمراتها. قال أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال عمر ثم لبثنا مليا أي طويلا وقتا مديدا وفي رواية ثلاثة أيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. التعليق على هذا الحديث يطول في الكلام فهو شيء هام جدا، ولكننا لسنا بهذا الصدد وإنما سقناه لأمرين اثنين: الأول تذكيرا لكم به، والآخر ربطا للجواب على السؤال الأول بما جاء في هذا الحديث من ذكر من أسلم ومن هدي للإسلام، حيث سأل جبريل عليه الصلاة والسلام وهو قد تصور بصورة إنسان، جاء إلى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبدو أنه كان في المجلس شيء من الوجوم ومن عدم الانطلاق في البحث والعلم، ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث من الرواية السابقة: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، قد جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا ولكن من رواية أبي هريرة وليس من رواية عمر، قال هذا جبريل أتاكم يريد أن يعلمكم أن تعلموا إن لم تسألوا. شاهدنا أتاكم يريد أن تعلموا أن تتعلموا إن لم تسألوا، فما دام أنتم واجمون وساكتون ولا تسألون فقد بعث الله عز وجل رسوله جبريل عليه السلام إليكم ليعلمكم بطريقة السؤال والجواب. وهذا الحديث الصحيح من أدلة كثيرة على أن من طرق تعليم العلم في الإسلام هو طريقة السؤال والجواب، وليس كما يتوهم كثيرون اليوم الذين لا علم عندهم الإسلام أن هذه الطريقة من السؤال والجواب هي طريقة أوروبية أجنبية، بل هي طريقة إسلامية شرعها الله عز وجل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام حين أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس بين يديه جلوس المتعلم أمام المعلم، قد ألصق ركبتيه بركبتيه ووضع كفيه على فخذي رسول على ركبتي رسول، يظهر للناس الحاضرين اهتمامه بالعلم وما به من حاجة إلى علم، ولكنه يريد أن يعلم أولئك الذين لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما هم بحاجة إليه من علم.